يعني انا فوجئت صراحه بالعنوان وفوجئت باللوحه. خلينا اقول لكم على معنى جميل جدا خاص بموضوع النبي عليه الصلاه والسلام. انا رايحه المدينه المنوره، رايحه المكان الطاهر، اصحاب القلوب الطاهره اللي استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهل المدينه قلوبهم طيبه جدا، وانتوا هتتعاملوا او اللي راح فيكم زياره قبل كده، اهل المدينه قلوبهم طيبه جدا، يعني يقولش بقى الهوى قلب يماني، لا ده طيبين تماما. انا هتكلم عن حاجتين لسه ما حكيتهم امبارح، وحاجه خاصه بيا او الالتزام. اللي يعرفني يعرف الفيديو، اللي ما يعرفش بقى كام، بقى 15 مليون تقريبا دلوقتي، انا اعرف كام فيو على اليوتيوب، قصه التوبه وان انا ما كنتش ملتزم قبل كده، لا محجبه بقى او اي حاجه. ف كان في موقف في بدايه الالتزام هحكيه لكم بس للاخر. خليني احكي لكم القرابات بتاعه زياره النبي عليه الصلاه والسلام. لسه سامعاها امبارح منهم بتحكي، و انا بحسبها قلب بيت، فهي بتحسبني انا قلب بيت، قلت لها لا مش قلب بيت، بس انا عندي رؤيه من النبي عليه الصلاه والسلام قال سلمان مني قلب البيت، يعني ايه انا بتمحك بالرؤيه دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دلوقتي انتوا عارفين اللي بيروح الروضه الشريفه لازم ابلكيشن بينزل وتعملي تسجيل، ماشي؟ يعرفوا الحته دي ضروري عشان ما تروحوا ما تتزنقوش، وتحددي الوقت اللي انت هتبقي موجوده فيه عشان تروحي الروضه الشريفه وتصلي في المكان البتاع اللي هو السجاده الخضراء. معلش السجاده الحمراء ده المسجد، السجاده الخضراء ده المكان اللي هو الروضه اللي بيصلي ركعتين فيها كانهم صلوا في الجنه ان شاء الله يا رب. فالاخت بتحكي، هي من حمل كتاب الله مع القراءات العشر، فبتحكي الموقف اللي انا هقوله لسه هحكيهولي امبارح. قالت عماله تعمل في الابلكيشن وتحدد ميعاد ما بيظبط، عماله ما مش راضيه تاكل. وبعدين واحده قالت لها الزياره مش من الابلكيشن، الاذن مش من الابلكيشن، الاذن منين؟ من الله عز وجل. فقالت لها روحي بقى وتكلك على ربنا. فهي بتقول يعني رحت من غير اي حاجه، وبعدين واحدة اللي قدامها فين الابلكيشن ورته لها دخلتها، الثانية قالت لها انا لسه جاية حالا اهوت، وانا من الكويت. قالت لها من الكويت يلا عدي. وقامت جاية مدخلاها بدون، تقول لك قعدت من الاول للاخر مع ان في وقت محدد، صلينا وبدأت سند للقراءات العشر فرادة وجمع من قلب الروضة الشريفة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت لها ان شاء الله بدأنا السند عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة الجاية ان شاء الله هنختم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. مين اللي دعاها؟ الله عز وجل. اوعي تكوني فاكرة ان الامر احنا امة السببية. يعني ايه امة السببية؟ يعني الكون كله قايم على افعل كذا وخد باسباب كذا تتحقق النتيجة. بس احنا مسلمين عندنا حته مش عند الناس الثانيه. هتقولي كده اول البقره الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مين؟ الذين يؤمنون بايه؟ بالغيب. هو انا عندي ايمان في موعود الله في غيب الله وما عند الله يعطيكي، اسمعي، بالاسباب. حطي البذره في قلب الارض وحطي ميه تطلع زرع، صح؟ المسلم بيعمل كده وغير المسلم بيعمل كده هتطلع الزرع، لكن المسلم ياخد ثوابها لان بيطلع خرجها، طلع الخراج والزكاة بتاعها. فالكون قايم على السببية، لكن احنا كمسلمين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب اللي هو ايه؟ رب الاسباب. عشان كده كان اسم الله الاول واسم الله الاخر الاثنين اسمها من الاسماء المجتمعة، ما ينفعش يجوا من غير بعض، لازم الاثنين مع بعض. الاول يعطيكي اسباب، فلانه ديت راحت المقرأة فجت مش عارفه، فلانه كده راحت مش عارفه النشاط الفلاني، ده انت سمعتي ان في رحله طالعه فمش عارفه ايه وهنطلع عمره
سبب لك اسباب فعرفتي. ده الاول. اسم الله الاخر ينفعك بالاسباب. تعال ما اقول لك. ساعات كتيره جدا والله بتبقى اسئله الامتحان معاكي وبيبقى الدنيا كلها معاكي ولا تقول لك مش فاكره. عندهم ملايين الدنيا ومليونيرات ملياردير حتى ولا ينفعهم الله عز وجل بالامر ده. مش سعدة وبيموتوا منتحرين. ربنا ما نفعهمش بالاسباب. عشان كده الاول والاخر. فاللي حصل مع الاخت عند الروضه ايه؟ رب الاسباب. يعطيكي بدون اسباب، بدون الابلكيشن. يعطيكي مع عكس الاسباب. لا اسمعي، ده يعطيكي مع انتفائها اصلا. ليه؟ هو الرب القادر المقتدر الملك المليك الله عز وجل. ده رقم واحد. رقم اتنين بتقول لك احنا طمعين بقى، دخلنا اول يوم الروضه بقى تقول لها انا ايه؟ قالت لها انا جايه من الكويت. قالت لها خشي. تاني يوم قالت لها بصي اللي قدامنا، بتقول لها تقسمي بالله العظيم ما جيتي هنا امبارح؟ قالت لها لو حلفتنا احنا ما نقدرش نكذب، المؤمن لا يكذب ابدا. خلاص يبقى ده نصيبنا، ما احناش هندخل. وداخلين وبتقول لك خلاص الدور جه عليهم. ففي قدام واحده ست تقريبا من ايرلندا او من انجلترا، بتتكلم انجليزي وعجوزه شديده كبيره في السن، وهي على كرسي متحرك. فقالت لها تدخلينا كاننا بنات تكون ساعدت. قالت لهم انتوا بناتي، ادعوا لي قبل الرسول عليه الصلاه والسلام، انتوا بناتي. فدخلت دي حطت كتفها كده، بتقولك تانية دي واحدة بيضة قد كده اهو، بيضة وطويلة وجسم وفرقة، والتانية رفيعة خالص وصار، والتالتة دي حمرة ملهاش علاقة اصلا. يعني مبقاش اصلا تبقى يعني الام وبناتها ازاي يعني. فبتقول رب الايه؟ احفظي معاي رب الاسباب. فدي حطت ايد هنا ودي هنا ودخلت، ودخلوها من مكان خاص بقى اللي هو الفاضي خالص، ودخلت قدام القبر بتاع النبي عليه الصلاه والسلام صلى عليه. فالست دخلت الناحيه دي اللي على كرسي متحرك، والثانيه يعني ايه قعدت، تقول لك قعدنا بقى وبعدين وصلينا بقى وايه وهيصه. طبعا المكان هناك روحاني جدا. صلوا وادعوا على قد ما تقدروا، وقولوا له يا رسول الله انت اسمك ايه؟ انا شيماء يا رسول الله، وجيت لك من الارض الفلانيه، وارجو انك تشفعلي، تذكرني يا رسول الله واكسري من الصلاه عليه، عرفيه بنفسك، عرفيه بنفسك، هو يسمع عليه الصلاة والسلام. فالست اللي بتاعت لها الأخت بقى اللي هي بتاعت القرآن القراءات دي، معاها أخت تاني صاحبتها، بتقول لها ما تيجي نشوف الست العجوزة عملت ايه نطمن عليها. ضحك هي سبب دخولهم أصلا. لقوها لسه، حاضر أنا خلصت أصلا، لقوها لسه بتعمل ايه؟ واقفة عيني مش عارفة تدخل ومش عارفة تتحرك بالكرسي. حاضر. مش عارفه تتحرك بالكرسي. قامت جايه شالتها على ظهرها الاخت الكويتيه ديت، الله يا رب يجعلها في ميزان حسناتها ويجعل تواضعها دوت الامر، احنا ما نعرفهاش بس بنحكي قصتها. شالتها على ظهرها ودخلت بيها. فين؟ دي الست بتقول لها العجوزه فين امر فين النبي؟ قالت لها بقى ده ابو بكر وده عمر وده الرسول عليه الصلاه والسلام، ودخلت. الموضوع في الاول والاخر مش باسباب. الموضوع بحال قلبك مع ربنا. عايزاكي وانت راحه، راحه بقلبك. قلب حلو صافي، يا رب انا ناويه الخير، يا رب انا بحب طريق، يا رب انا بحب النبي عليه السلام، عرفه بيا يا رب. وادعي ادعي ادعي على قد ما تقدري ليكي، الدعاء مستجاب. على قد ما تقدري ليكي ولعيلتك ولامتك وكل حبايبك، ما تنسيناش. الله عز وجل جابنا النهارده على جهه، لو نسيتينا انا مسامحاك. لكن سامحاك. جزاكم الله خيرا، وادعو الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم. رزق الله ربنا، الله يبارك فيك.